كمان للاسف ليفربول اتعادل مع برايتون بنتيجه 2-2 في ماتش لو اتعاد مليون مره مش هيطلع زي ما شفناه كده. كان في البدايه ليفربول متقدم بنتيجه 2-0 وصلاح عمل اسيست عظيم لهندرسون، لكن هنقول ايه يعني الاستهتار خلى برايتون يرجع للماتش مره ثانيه ويرجع في النتيجه. وعلى العموم بالمناسبه بخصوص سولشير، افتكر انه مساله صعوده يعني من دوري المجموعات وبطوله اوروبا هي اللي هتكون حاسمه في مساله بقائه مع مانشستر من عدم، والايام هتبين لنا هذا الامر.